أبناء وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة دارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. We are discussing surgery from manual of surgery, a book written by students for students. المرة اللي فاتت وقفنا عند cholangiocarcinoma of the bile duct, يعني carcinoma of the bile duct. في diseases predisposing to carcinoma of the bile duct. ايه الديزيزز دي؟ هتلاحظوا كلها بتبدأ بحرف C. كولانجيتس، primary sclerosing cholangitis، colitis، ulcerative colitis، colonorchiasis، colidocal cyst، corolli disease، chemicals like nitrosamines، كلها بتبدأ بحرف C. كولانجيتس، colitis، colonorchiasis، colidocal cyst، corolli disease، chemicals. اوكي. طبعا الديزيز ده كولانجيو كارسينوما هيعمل ناروينج وابستراكشن للبايل داكت على حسب مكانه، وبالتالي هيعمل ايه؟ هيعمل ابستراكتيف جوندس، بيصيب مينلي الالدرلي ميل اباف 60 ييرز. الباك بريشر هيعمل هيباتوميجالي. طبعا معظم الابستراكشن بيبقى عند الكونفلنس اوف ذا ليفت اند رايت هيباتيك داكت، فبيبقى فوق مستوى الجول بلادر، فبالتالي مفيش باك بريشر على الجول بلادر، فالجول بلادر از نوت بالبابل، وده ايه اكسبشن لكورفازيلو. كورفازيلو اللي هو بيقول ايه لما يكون في اوبستراكت مالجنانت اوبستراكتيف جوندس والجول بلادر بالبابل، يبقى انلايكلي تو ديو تو ستونز. يعني ايه في حالات المالجنانت اوبستراكتيف جوندس بتتوقع انت ان الجول بلادر تنتفخ وتبقى ديستندد وتبقى بالبو. هنا بقى رغم ان في مالجنانت اوبستراكتيف جوندس بس هو فوق مستوى الجول بلادر عند الهايلم اوف ذا ليفر، فطبعا مش هتبقى ديستندد ومش هتبقى بالبابل عكس ما بيقول كورفازيلو. ممكن تبقى بالبابل امتى؟ لو كان المستوى بتاع الكانسر عند البيري امبولاري كارسينوما، فدي تحت مستوى الجول بلادر هيحصل باك بريشر وممكن تبقى ديستندد لان هي طبعا ايه هيلثي. معظم انواع الكولانجيو كارسينوما بيبقى عند مستوى البايفوركيشن اوف ذا هيباتيك داكت، يعني كونفلنس اوف ذا ليفت اند رايت هيباتيك داكتس، وده بنسميه لات سكين تيومر. ايه الانواع بتاعته بقى؟ على حسب موقعه. يعني لو هو مثلا عند زي ما قلنا الموست كومن تايب عند البايفوركيشن هيبقى اسمه لات سكين تيومر. ممكن يبقى في الانترا هيباتيك بايل داكت في حوالي 10%، وممكن يبقى ديستال عند الكومن هيباتيك داكت او الكومن بايل داكت في حوالي 25%. المانجمنت بتاعه طبعا دي حالة مالجنانت اوبستراكتيف جوندس، فطبيعي هتطلب لها الترا ساوند سي تي اي ار سي بي. الميزة بتاعت الاي ار سي بي ان هو لو التيومر كان inoperable ممكن تعمل عن طريق الـ ERCP stenting للـ CBD to give drainage for obstructed bile duct. اوكي. العلاج الأساسي لو هو early اللي هو resection، هتعمل resection للجزء ده من الـ biliary system، وبعد كده تعمل hepatico jejunostomy. لو هي inoperable يبقى ما فيش قدامك غير endoscopic stenting. ده منظر لإيه؟ زي ما انتوا شايفين هنا عند الهايلم of the liver أو عند الكونفلنس التقاء الليفت هيباتيك مع الرايت هيباتيك داكت لات سكين تيومر اللي هو موجود في الحتة دي. دي دايليتد ليفت هيباتيك داكت ودي دايليتد رايت هيباتيك داكت، وده الإيه الإندوسكوب بتاع الـ ERCP. أوكي. وهنا في برضو advanced case of extensive cholangiocarcinoma زي ما انتوا شايفين، وفيها معها ascites، فدي طبعا inoperable والامل الوحيد بتاعه في الendoscopic stenting. اوكي. الموضوع اللي بعد كده congenital biliary atresia. atresia يعني non-patent biliary system، يعني الطفل مولود وفي جزء من ال biliary tract non-canalized. non-canalized يعني ممكن يكون مولود مثلا، وعلى حسب الرسمة دي كده زي ما انتوا شايفين هنا type 1، تبص تلاقي الجزء ده من ال biliary system canalized
وهنا الجزء ده من الكومن بايل داكت نو كاناليزيشن اتريتك مقفول. تايب 2 الجزء ده من الكومن هباتيك داكت هو اللي اتريتك بقيه البيلياري سيستم مفتوح. الجزء ده الليفت هباتيك داكت والرايت هباتيك داكت هما اللي اتريتك وبقيه البيلياري تراكت مفتوح. فده طبعا نوع هيعمل طبعا اوبستراكتيف جوندس. الولد هيتولد ب اوبستراكتيف جوندس. اوكي وعرفنا الانواع بتاعته. الكلينيكال فيتشر طبعا الولد ده طبعا هيبقى عنده جوندس ايه ات بيرث. معظم الاحيان الناس بتظن ان هو فيسيولوجيكال جوندس اللي هو بيجي لكل الاطفال. انما خد بالك الفيسيولوجيكال جوندس المفروض ما يستمرش بعد اسبوعين من الولاده. لو الجوندس استمر بعد اسبوعين من الولاده you have to investigate the baby to rule out a biliary atresia. اوكي طبعا البيبي ده هيبقى الستولز بتاعته بيل. الميكونيوم بتاعته هيبقى بيل. ده للاسف ما بيتلاحظش في الايام الاولى للولاده. بعد كده الملحوظه دي هتبان. نتيجة الباك بريشر ممكن تحس الليفر يبقى عنده هيباتوميجالي. ولو الحالة نجلكتد هيبقى فيه سيروزس وبورتال هايبرتنشن وممكن تحس الاسبلين. اوكي طيب ايه التريتمنت بقى بتاع الحالات دي؟ طبعا ايه البوينت هنا كل ما بكرت بالعلاج يعني النتائج حلوة جدا. لو انت عملت عملية كساي لازم تحفظ العملية دي اللي هي بورتو انتروستوم. يعني ايه بيفتح عند الهايلم اوف ذا ليفر ويشوف اوبن بيلياري تراكت ويوصله بلوب اوف جوجنم رو ان واي. دي اسمها ايه كساي اوبريشن لازم تحفظ الاسم ده رو ان واي لوب اوف جوجنم بورتو انتروستوم. كل ما اتعملت مبكرا كل ما كان النتائج كويسة واللايف سبان كويس. انما ايه لا لو اتعملت وفشلت ورجع تاني البيلروبين وطبعا ما تنساش البيلروبين اللي هيعلى هنا اللي هو الكونجوجيتد بيلروبين الولد هيبقى عنده كونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا. او لو جات لك الحاله متاخره اصلا فما فيش امل غير في الايه في الليفر ترانسبلانتيشن. اوكي طبعا الكومبليكيشن بتاع نيجلكتد كيسز طبعا ريبيتد اتاكس اوف كولانجايتس و بيلياري سيروزس اند بورتال هايبرتنشن. المرض ده لو ما تعملوش جراحه طبعا فيتال. اوكي كارسينوما اوف ذا جول بلادر دي طبعا رغم ان هي رير انما لازم تبقى عارفها كويس لان ممكن تشوف في حياتك حالتين ثلاثة. هي بتحدث كومنلي في الالدرلي بيبول في السكستيز والسبنتيز و الموست كومن كوز بتاعها جول ستونز. وجدوا ان 80-90% اوف جول بلادر كارسينوما كان عندهم ستونز وسبيشالي بيج ستونز. يعني بيج ستونز في الجول بلادر فور ميني ييرز عاملة كرونيك كوليسيستيتس هتؤدي الى كارسينوما. والسبب طبعا معروف ان ايه الكرونيك انفلاميشن مع الستون اريتيشن بيؤدي الى ايه زياده في الميتوزس بتاعه الخلايا. والزياده في الميتوزس معناها التشانس فور ايرور في الدي ان ايه والميوتيشن وحدوث الكارسينوما هيبقى عالي. برضو هي كومن في البورسلين جول بلادر اللي هي كالسيفايد ايه جول بلادر. فدي الحاجات اللي هي بريديسبوزنج فاكتور للكارسينوما اوف ذا جول بلادر اللي هو ايه الستونز سبيشالي بيج ستونز وتكون عامله كرونيك انفلاميشن او كالسيفايد جول بلادر بورسلين جول بلادر. اوكي الباثولوجي بتاعها بقى في معظم الاحيان 85% بتبقى جاست ادينوكارسينوما. في حاجات تانية اقل في الانسنس زي undifferentiated carcinoma و squamous cell carcinoma. بيبقى شكلها ايه usually gross picture بتاعها بيبقى nodular وبتبقى infiltrating gall bladder wall ووصلة liver و surrounding tissues. و adenocarcinoma هنا اللي موجودة في gall bladder فيها تلات انواع بتبقى non-papillary و papillary و mucinous. اوكي طبعا الكلينيكال picture بتاع
كارسينوما اوف ذا جول بلادر هتبقى صعبة تكتشفها بدري. ليه؟ لان ده عيان اوريدي كان عنده ستونز في جول بلادر وبيجيله وجع في جنبه اليمين ويطنشه وياخد علاج، ومعين الوجع يجي وبعد كده ايه يزيد شوية لما الجول بلادر تاخد شكل الايه المالجنانسي، فيبتدي العيان يجيله ويت لوس وممكن يجيله جوندس نتيجة ان الكارسينوما اوف ذا جول بلادر انفلتريتنج الكومن بايل داكت اللي جنبيها، وممكن يجيلك بماس في الرايت ابر كوادرانت اوف ذا ابدومين. الماس دي طبعا هيبقى فيها كل الكاركترستكس بتاعت المالجنانت ماس اللي هي هارد ريجولار ايه ماس. كتير جدا بقى العيانين دول بيبقى ميست. ليه بقى؟ بيبقى السونار والكلينيكال بيكتشر مشخصاهم كرونيك كالكولوكوليسيستايتس، كرونيك كالكولوسيستايتس. وممكن جدا الماس في الجول بلادر لو سدت النك تعمل اكيوت كولوسيستايتس. يبقى عيان الجول بلادر كارسينوما ممكن البرزنتيشن بتاعه يبقى خادع جدا، يجي بصوره كرونيك كالكولوسيستايتس او ايفن كولوسيستايتس. وممكن جدا الالتراسونوجرافي ما يكونش دقيق فيكلمك على ستونز بس، يقول لك ايه انا بعت لك عيان عنده ايه جول ستونز، فانت تعمل العيان ايه كوليسيستكتومي، وعادة بتبقى لابروسكوبيك، ودي بتبقى مصيبة كبيرة بقى لان انت هنا معناها ان انت بتشيل مالجنانت جول بلادر، فهتعمل انفلتريشن للبورتس بتاعت اللابروسكوبي بسهولة. وبعد ما بتشيلها بقى دايما النصيحة للجراحين لما بتشيلوا الجول بلادر افتحها، افتحها بطول. ممكن جدا تلاقي كارسينوما زي ما انتوا شايفين هنا جلوبويدال ماس واضحة جدا كارسينوما، فممكن جدا ساعتها تعمل للعيان ويدج ريسكشن اوف ذا ليفر في الجول بلادر بيد، او اللي هي بنسميها ايه اكستندد كوليسيستكتومي. طبعا لو انت اكتشفت الموضوع ده بالانفستيجيشن قبل ما تاخد قرار العمليه، ده من احد اسباب الكونتر اندكيشن فور لاب كولي. دي لازم ايه اوبن سيرجن لو انت شكيت ان العيان اللي قصادك او العيانه اللي قصادك عندها جول بلادر ايه كارسينوما. اوكي ده طبعا السي تي دي منظر ل advanced case of carcinoma of the gallbladder زي ما انتم شايفين thick wall ودي الماس، والحته دي فيها infiltration للليفر. فطبعا ايه such CT، وممكن جدا تكون دي كمان عامله ascites الجزء ده. اوكي طبعا وفعلا عامله اسايتس. طبعا العيان ده كونتر اندكيشن في اللاب سيرجن لابسكوبيك سيرجن. اوكي الانفنسجيشن اللي انت هتعملها تيومر ماركر سي اي 19 الترا سونوجرافي واندوسكوبيك الترا سونوجرافي هيديك امكانيه ان انت ممكن تعمل فاين نيدل اسبيريشن ايه سايتولوجي. هتعمل العيان سي تي فور ستيجنج عشان تعرف اذا كان في لمف نود انفولفد ولا لا او في اي ميتاستاسيس. هتعمل اي ار سي بي لو كان العيان بريزنتيشن بتاعه اوبستراكتيف جوندس عشان تشوف الكارسينوما دي قافله عند اني مستوى في البيليري سيستم عشان تشوف اذا كنت ممكن تعمل له ستنتنج. والعيان ممكن جدا يستفاد من دايجنوستيك لابروسكوبي لو انت شكيت فيه تايني بروتونيال ميتاستاسيس مش باينه بالسي تي وبالاذر انفستيجيشن، فممكن جدا دايجنوستيك لابروسكوبي سبير هيم ان اكستنسيف راديكال سيرجري لو هو ايه ان اوبر. طب ايه التريتمنت بقى بتاعها لو هي، لو انت طبعا وبننصح كل المرارات اللي بتتشال باللاب كولي لازم تروح المختبر عشان تتحلل. لو المختبر قال لك ايه ده في كارسينوما ليميتد للميكوزا بس، ممكن جدا الكوليسيستكتومي يبقى كفايه على العيان ده ما تعملوش حاجه تاني. انما لو قال لك هي انفيدنج ذا هول وول، لازم العيان ده يتعرض لجراحه تانيه بنسميها ايه بتشيل ويدج من الجول بلادر بيد من الليفر وبتعمل له ليمفادينكتومي، بتشيل الليمف نودز في المنطقه دي اللي هي عند الكلو تريانجل وحوالين الكومن بايل داكت وحوالين الديودنم والبنكرياس. كل ده الليمفادينكتومي لازم يتعمل ايه في 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 جراحه ايه لاحقه. انما لو هي ليميتد للميكوزا بس، ممكن العين يبقى محظوظ ويبقى ايه كوليسيستوكتومي اونلي ايه از 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 انف.
طبعا ليه بقى الكارسينوما اوف ذا جول بلادر بنخاف منها جدا، هي فيري باد بروجنوزس لان هي ايه فيري اجريسيف، بيبقى فيها فاست ليمفويد سبريد وبتروح للليفر اللي جنبيها على طول، لان في ليمفاتيك مشتركه ما بين الجول بلادر والليفر، تنتشر عن طريق البلاد تروح الكومن بايل داكت بتعمل اوبستراكتيف جوندس. اوكي، وهنا في تي ان ام كلاسيفيكيشن بتاع الجول بلادر كارسينوما ما بيختلفش عن اي تي ان ام في اي حته تانية. الحته اللي انت تاخد بالك منها ان هو لما يكون ستيج 1 اللي هو تيومر ليميتد للميكوزا نود 0 ام 0 ممكن سيمبل كوليسيستكتومي تبقى اناف، اكتر من كده بيحتاج اكستندد كوليسيستكتومي او ديفرنت بروسيجر. اوكي، ده لازم كمان تبقى عارف ان الراديشن والكيموثيرابي مش مؤثرين قوي كعلاجات في الكارسينوما اوف ذا جول بلادر. فايه قصه بقى الاكستندد كوليسيستكتومي دي؟ انت بتعمل ايه كوليسيستكتومي عاديه وما كنتش مشخص العيان جول بلادر كارسينوما، بتفتح السبيسمن بتفتح جول بلادر بتلاقي جروث، وبتلاقي الجروث ده بنتريتنج ذا وول، فلازم تشيل ويدج اكسيجن اوف ذا ليفر مكان الجول بلادر وتعمل ريجنال ليمفادينكتومي، يعني تشيل الليمف نودز ان اند اراوند كومن بايل داكت والديودينم والبنكرياتيكو ديودينال ريجن. ذا يوجوال بلاندر اللي هو الخطا الفادح، ذا يوجوال بلاندر ان انت تعمل كوليسيستكتومي على دايجنوزس ان هو جاست جول ستونز وهو فاقع الامر العيان بتاع الجول بلادر كارسينوما، فده معناها ان ادكوت سيرجري، لان انت هتشيل الجول بلادر بس وسبت سبت انفلتريشن في الليفر وسبت انفلتريشن في الليمف نود، فده از جوينج تو هيسن ديث، هيسرع ويعجل بالوفاه. فتيك كير جدا في تشخيص الجول بلادر كارسينوما، وللاسف الشديد البروجنوز بتاعها فيري بور. ودي صورة الاكستندد لمفادينكتومي، زي ما انتوا شايفين بتتشال الجول بلادر والليمف نود كالوتر انجل وحوالين الكومن بايل داكت والبنكرياتيكو ديودينال اريا. بارازيتك انفستيشن على السريع كده ممكن تعمل اوبستراكتيف جوندس عشان ننهي ذس سيتنج، زي الاسكارس زي ما انتوا شايفين في الصورة دي طالعين اسكارس من الكومن بايل داكت. وهنا مقارنة ما بين الثلاثة بارازايتس اللي ممكن تسد البيلياري تراكت وتعمل اوبستراكتيف جوندس. هنا في بيلياري اسكاريزيس وكلونر كيزيس اللي هو ليفر فلوك شاينيز ليفر فلوك وبيلياري هيداتت. بيلياري هيداتت كلكم عارفينها ودرستوها، الكوست في اورجانيزم اللي هي كاينوكوكاس جرانيلوزس، وازاي هي بتعمل اوبستراكتيف جوندس؟ بيحصل بيحصل رابشر للهيدات السيست جوه الليفر والسكوليسيز بتروح تمشي في البيلياري تراكت وتسد كومن بايل داكت وتعمل اوبستراكتيف جوندس. طبعا النتيجه الكومبليكيشن اللي هي هتعمل اوبستراكتيف جوندس وتعمل كولانجايتس، هنكتشفها ازاي؟ بالالترا ساوند، واخد بالك؟ طب ايه العلاج في الهيداتد بيلياري هيداتد disease؟ ERCP sphincterotomy وستنتنج وابروبيت سيرجري للهيداتت في الليفر اللي هو الاساس والسورس اللي جات منه الهيداتت السيست اللي هي ربشرت وطلع منها البارازايت راح سد الكومن بايل داكت. اوكي، التشاينيز ليفر فلوك الروت اوف انتري عن طريق الامبولا اوف فاتر، يعني هي كانت في الجي اي تي ودخلت من الديودينم والامبوله وفاتر وسدت الكومن بايل داكت. اوكي، كومبليكيشن طبعا هتعمل اوبستراكتيف جوندس وتعمل كولانجايتس وممكن تعمل ستون فورميشن وهي كارسينوجينيك، ممكن تعمل كولانجيو كارسينوما. هتكتشفها ازاي؟ بالالترا ساوند والسي تي. ايه العلاج؟ هتعمل كوليسيستكتومي وكومن بايل داكت اكسبلوريشن وتي تيوب انسرشن او درينج. البيلياري اسكارييزيس الكوست في اورجانيزم اسكاريس لامبركويدس
وزيها زي الليفر فلوك هتوصل الكومن بايل داكت عن طريق الامبولا اوف فاتر، كانت في جي اي تي وعن طريق الامبولا اوف فاتر هتسد السي بي دي. كومبليكيشن نفس الكلام، كولانجيتس وابستراكتيف جوندس وستريكشر فورميشن، والمانجمنت انفستيجيشن الترا ساوند والسي تي، والمانجمنت اي ار سي بي، والورم كان بي اكستراكتد ثرو اي ار سي بي من البيلياري تراكت، وممكن عن طريق الاوبن سيرجري لو فشل الاي ار سي بي. وما تنساش تدي دراجز عشان تموت الايه الاسكاريس. Thank you for watching this video. This is Dr. Baki from Egypt in a series of Surgery Made Easy. Now it's time to like, dislike, share, or subscribe. مرة جاية هنتكلم على كارسينوما of the pancreas.